بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي الدكتور محمد سعيد عبد السلام، استاذ مساعد امراض الكلى في كليه الطب جامعه اسكندريه. انا بحب اكلمكم النهارده عن الامراض اللي ممكن تصيب الكلى. طبعا احنا عارفين ان الكلى من اهم الاعضاء في جسم الانسان وليها وظائف كتير، وظائف بتنقي الدم من السموم، بتنظم كميه الميه اللي في الدم، وبتنظم يعني مستوى الهرمونات اللي في الدم. اما بيحصل اي مرض يصيب الكلى بيحصل خلل في جميع وظائف الجسم، ومن اهم الامراض اللي بتصيب الكلى الضغط والسكر. طبعا احنا مشكلتنا في امراض الكلى ان في بعض الاحيان ان يجي المريض بعد فتره طويله يعني من غير المتابعه يفاجئ ان هو عنده مشكله في الكلى. عشان كده احنا بننصح الناس كلها ان هم لابد ان هم يعملوا مسح لوظائف الكلى عندهم عشان يطمئنوا تماما ان كفاءه الكلى طبيعيه. وطبعا المجموعات اللي لازم يقوموا بالموضوع ده، اهم حاجه المرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم او ارتفاع في السكر، المجموعتين دول من المجموعات الضروري جدا ان هم يتابعوا مع طبيب كلى عشان يحصل وقايه من امراض الكلى، لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان الوقايه اهم بكتير وخير من الايه من العلاج. الحاجه الثانيه احنا عايزين نقول عليها ان المرضى اللي عندهم اي تاريخ مرضي في العيله لمرض يصيب الكلى كمرض وراثي او مرض ضغط او سكر، لابد ان هم يقوموا بعمل وظائف كلى باستمرار حتى يتم التاكد من ان وظائف كلى طبيعيه ومفيش مشكله في كفاءه الكلى. وفي النهايه احنا بنقول ان الحفاظ على يعني حميه غذائيه طبيعيه وتقليل الاملاح في الاكل ومنع الادويه المسكنات من اهم العوامل اللي بتحافظ على كفاءه الكلى. يبقى هنقولهم تاني: المحافظه على غذاء صحي امن، الابتعاد عن مواد الحافظه، الابتعاد عن الملح المرتفع، الابتعاد عن ادويه المسكنات، عدم اخذ اي علاج بدون استشاره الطبيب. لو هنعمل الحاجات دي كلها وهنقوم بعمل مسح دوري لوظائف الكلى بالتحليل في الدم، ده هنحافظ بيه على كفاءه الكلى وهنعيش حياه ان شاء الله سليمه وصحيه. متشكر جدا.